مجلس النواب يا سادة يا كرام لا زال مستمر في جلساته. عندنا كانت الجلسات بتاعت امبارح يوم الاحد يوم الاثنين ويوم الثلاث، تستمر هذه الجلسات بإذن الله. العديد من الأمور تم مناقشتها داخل مجلس النواب، جزء منها صندوق خاص لتوطين صناعة السيارات، وده موضوع مهم جدا. ومن ناحية تانية كانت هناك قرارات شديدة الأهمية متعلقة بصناعة الدواجن. سيادة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كلف الحكومة بسرعة اتخاذ كل ما يلزم لحل أزمة الدواجن الأخيرة وسرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن. ده حصل النهاردة في هذه الجلسة العامة اللي بدأت النهاردة الصبح الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة الساحرة. خلونا نشوف الأول بس جزء من هذه الجلسة ومقتطف من هذه الجلسة، وبعد كده هنرجع نكمل الكلام ونشوف الإخوان بيروجوا لك القصة إزاي. فاصل؟ لا، نشوف الجزء ده من الجلسة وبعدين نكمل الكلام. هناك بيانات عاجلة مقدمة من العديد من السادة الأعضاء حول أزمة الإنتاج الداجني التي تهدد الأمن الغذائي المصري، وقد توافرت فيها جميعاً الشروط المنصوص عليها في المادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس. وحرصاً على وقت المجلس ومنعاً لتكرار الحديث لأنه في ذات الموضوع، فسوف نستمع فقط إلى سيادة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، فليتفضل بإلقاء بيانه. شكرا سعادة الرئيس، تحياتي لسيادتك وللسادة النواب. والحقيقة أن قطاع إنتاج الدواجن في مصر بيعاني من أزمة كبيرة جدا في توفير مستلزمات الأعلاف من ذرة وفول الصويا. والحقيقة يمكن خلال الأسابيع الماضية كان في تواصل مستمر مع اللجنة مع السيد وزير الزراعة، لأن هذا القطاع من أهم القطاعات في مصر، القطاع الأكبر اللي بيوفر الأمن الغذائي والبروتين، أرخص بروتين هو البروتين المصنع من الدواجن. القطاع ده حضرتك استثماراته في مصر بتتعدى 100 مليار جنيه. هذا القطاع يعمل به عدد كبير جدا من المواطنين المصريين والمستثمرين أيضا الذين استثمروا استثماراتهم في هذا المجال، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن. وده يدينا أو يخلينا نبقى حريصين جدا على استمرار هذا القطاع وعلى أنه يستمر وتستمر عجلة الإنتاج فيه بصورة كبيرة، لأن الدواجن والبيض هم يعتبروا أهم غذاء للشعب المصري. الحقيقة الفترة اللي فاتت نتيجة نقص شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا ده أثر على الإنتاج بصورة كبيرة في المزارع الدواجن وفي كل القطاعات التي تعمل في الإنتاج الحيواني. بالأمس حضرتك السيد رئيس الوزراء بناء على مطالبات من اللجنة عقد اجتماع مع السيد وزير الزراعة، حضروا ممثلين من اتحاد منتج الدواجن وصغار المربين، لأن الاتحاد بيمثل حوالي 30% فقط من قطاع الدواجن في مصر، وبالتالي كنا حريصين على أن يبقى فيه صغار مربين موجودين في الاجتماع، بالإضافة لأن كان موجود السيد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسيد نائب محافظ البنك المركزي. الحقيقة الاجتماع استمر يمكن إلى ساعة متأخرة من نهار أمس، وتوصلوا فيه لين أو عرضوا ما تم خلال شهر أكتوبر، إن تم استيراد أكثر من 120 ألف طن فول صويا خلال هذه الفترة، وتم التصريح امبارح بإن شاء الله إن يتم فتح اعتمادات ل 60 ألف طن فول صويا النهاردة إن شاء الله. وهيكون في اجتماع شبه أسبوعي أو اجتماع أسبوعي بين السيد الوزير وبين السيد محافظ البنك المركزي وبين ممثل اتحاد منتج الدواجن عشان يتم فتح اعتمادات كل أسبوع بالكمية المطلوب دخولها إلى السوق المصري. أنا بستأذن حضرتك بس يعني بناشد الحكومة إن هي تفعل الرقابة على المستوردين اللي هم بيتم فتح اعتمادات ليهم. النهاردة المستورد يا فندم بيستورد فول الصويا بتكلفه حوالي 13 أو 14 ألف جنيه، بتتباع في السوق بره ب 22. اتفضل اتفضل.
وبالتالي حضرتك النهارده المستورد بيكسب في طن فول الصويا تقريبا من 8 ل 10000 جنيه، يعني ال 1000 طن يعملوا 10 مليون جنيه، وبالتالي انا بطالب الحكومه ممثله في دوله رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعه والسيد وزير التموين الى مراقبه هذا الامر، وان اي مستورد يتم السماح له باستيراد كميه يكون في مراقبه، الكميه دي رايحه فين؟ الاسعار المباعه فين؟ وتطبق الفاتوره الالكترونيه اللي نادت بها وزاره الماليه، وبالتالي النهارده هنقدر نحل هذه الازمه، انما الامور اتثابت يا فندم، وكل مستورد اللي بيجيب النهارده فيه عجز وبالتالي فيه طلب عالي فيقدر يبيع بسعر فيه تجاوز، انما النهارده لو احكمت الرقابه على هؤلاء المستوردين اكيد الدنيا هتتظبط، بالاضافه بقى لان كل اسبوع هيبقى فيه تنسيق ما بين الوزير مع محافظ البنك المركزي مع اتحاد منتجي الدواجن هيحددوا الكميات والحكومه هتسمح باستيرادها وبتمويلها. انا بس عايز اطمن اخوات النواب لان الازمه دي طبعا ازمه عالميه جدا، حضرتك عارف التداعيات اللي حصلت نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهم دول اكبر بلدين بينتجوا فول صويا وعلف، بالاضافه لطبعا مشكله العمله الصعبه اللي موجوده في الوقت الحالي، فلازم كلنا نقف في هذا التوقيت صفا واحدا خلف القياده السياسيه من اجل دعم المواطن البسيط وان يحصل على احتياجاته من البروتين باسعار مناسبه، ونحافظ على الاستثمارات اللي هي زي ما قلت لسيادتك فوق ال 100 مليار جنيه مصري. شكرا يا فندم. شكرا الساده الاعضاء. والان بعد أن استمعنا إلى بيان سيادة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، على الحكومة سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وتكليف سيادة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك المسؤولين في الوزارات المعنية والبنك المركزي بحضور اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية المقرر عقده في الساعة 3 بعد ظهر غد الثلاثاء الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة. وبالنسبة للسادة الأعضاء مقدم البيانات العاجلة في هذا الشأن فيمكنهم حضور اجتماع اللجنة المشار إليه لمناقشة هذا الأمر. طيب تعال ناخدها واحدة واحدة زي ما كنت بقول لك، هنا مهم جدا أنك أنت تشوف عقلية الإخوان في الحديث عن أزمة ما أو عن مشكلة ما. فاكر لما كنت بقول لك هو عمره ما يقدم لك حلول على الإطلاق؟ تخيل أنه الإخوان احتفوا بمربي الدواجن اللي أعدم الدواجن بتاعته لكن ما تحطتش حلول، ودي حاجة بس لازم تبقى أنت ملاحظها. هو التنظيم عايز إيه؟ التنظيم مش عايز حاجة غير خراب البيت. هل قدمت حلول؟ لا. هل وضعت تصورات؟ أبدا. ولكن حالة مندبة ومصر بتضيع والثروة الداجنة وباظت ومش باظت وكل الكلام ده حلو، واحتفاء وتبريرا لمربي الدواجن اللي أنا في رأيي هذا الرجل يجب أن يقدم للمحاكمة، أزهق أرواح وأهدر ثروة، مش حد استفاد زي ما كنت بقول لك امبارح، يعني يا ريت وزعها على الناس بلوشي لكن نحط ونعبي في شكاير ونخنقها. ايه ده؟ على كل زي ما كنت زي ما احنا كنا لسه بنتابع سيد رئيس المجلس كلف الحكومة بحل الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات.